بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. طريقة تغيير اللون الأبيض إلى أي لون ترغب فيه أنت؟ إلى أي لون ترغب فيه؟ الطريقة هو أداة التحديد السحرية هذه، شفت هاك؟ أداة التحديد هذا، أداة التحديد. أقوم أحدد أغير مقاس التحديد على حسب المقاس اللي أنت بيه، يعني إذا كان الشيء مثل هذا كبير انا بقوم احدد كبير، اشياء كبيره يعني، شوف، واختار اضافه الموجبه اللي هي هنا، واقوم احدد هذا الابيض، المقاس الابيض هذا، طريقه تحديده من هنا. بعدين يعني لو كان فرضا انت اماكن ما تبغاها تقوم تختارها بإلقائها، شوف هذا موجود اوكي، هذا موجود اوكي، هنا موجود، شفت هذا هنا، هنا موجود، انا ما ابغى هذا، ما ابي احدده، اقعد اختار أداة التحديد واصقر هذا المقاس، خلاص اصقره واقول له هذا كنسله من التحديد، اختار ناقص وقل له كنسل لي هذا المكان، شفت هذا، ها؟ بس احنا اخترناها كبيرة، خلنا نصقر هذا بعد المقاس واقول له كنسل لي هذا، نفس الشيء كبيرة، اختار رقم اقل منها، يعني انت على حسب الاماكن اللي تبغاها. لو فرضا زادت هذه كذا شلون تعدلها انت؟ هذه شفاك زادت الان، تختار الموجب هذا وتقول له، يقول له هذا لا ما ابغى، حدد لي هذا الان زي كذا شكل مضبوط، اشوف اللي فوق هنا، قل له ابيك تضيف لي هالقطعه ذي النتفه هنا، طفها لي، ايوه الان شوف المقاس، خلنا نروح اداه التصغير ونشوف الشكل شلون طلع. بعدها شوف هنا موجود، هنا موجود شلون عند القميص، يفك القميص هذا، اختار نفس اداة التحديد والموجب، اقول اضافة ابيك تضيف لي هالقطعة ذي هالمكان، اوه صار اضاف كبير، ارجع ثانية واقطعها، اقطع هذه القطعة اللي اضافها هو، او اضغط كترول زد واسوي له تراجع، يتراجع لي، اقعد اضيف هذه القطعة، كترول زد تراجع، يعني انت على حسب كل ما اضفت شوي شوي يقدر الحين هذا الناقص، اقول له انا كله اقصه هذا، اقول له هذا انا ما ابغاه، كل هذا ما ابغى بس لين القميص، شوف سوى قص لي ورجع ثانية، هذا بعد بس هذا ما براضي ينضاف لأن درجة لدى الأبيض قوية هنا، درجة الأبيض قوية، أيوه انضبط الآن، أوكي استوى، أرجع لأداة التصغير عشان أشوف الشكل شلون طالع. بعدها شنو الان حددت اللون الابيض، ابي اغير اللون الابيض، احنا اجي هنا شنو النص الدائره هذه واضغط عليها واقول له سلود كلر، سوليد كلر، اضافه سوليد كلر، اي كلر تختاره انت، اهم شيء يكون شوف اللون اللي تبغاه، اي لون تبغاه، انا ابي لون يصير بنفسجي، لون بنفسجي، ابي البس لون بنفسجي، اقول له اوكي. بعدها اغير كلمة نورمال هذه الى شنو مالتي، يعني اقول له اللون لصق فيه البدلة، القميص اللي عندك يلصق لك اللون في القميص ويطلع باللون اللي تبيه. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.